وينضم إلينا أحمد غنام من إسطنبول. أهلا بك أحمد. أحمد، من التصريحات التركية هل نفهم بأن الأطراف المجتمعة أمس قد وصلت إلى أرضية مشتركة ويمكن أن تتبدد مخاوف أنقرة بشأن دعم السويد وفنلندا للمنظمات الإرهابية؟ سيبا، واضح من تصريحات ابراهيم كلن المتحدث باسم الرئاسه التركيه ان هناك ارتياح في التعامل الايجابي ان صح التعبير لكل من السويد وفنلندا، والوقوف بجديه على مخاوف انقره الامنيه، وخاصه بانه اكد بانه لمس موقف ايجابي من السويد وفنلندا بضروره رفع العقوبات عن توريد الاسلحه الدفاعيه لتركيا. هذه نقطه كانت من الاساسيات التي ابدتها انقره خلال الفتره السابقه باعتراضها على طلب السويد وفنلندا الانضمام الى حلف الناتو. أيضا النقطة الثانية التي أكد عليها حلف إبراهيم كلن بأن الجانب الأوروبي أو أن ربما السويد وفنلندا تحديدا أكد الأتراك بأن لا فرق بين تنظيم ما يسمى بحزب العمال الكردستاني أو الوحدات حماية الشعب الكردية أو اتحاد سوريا الديمقراطي، بأن هذه التنظيمات الثلاثة لا فرق بينهما وأنها هي تشكل امتدادات لحزب العمال الكردستاني. فبالتالي طالما أن حزب العمال الكردستاني على لائحة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي وكذلك السويد وفنلندا، فبالتالي لابد من ايضا من وضع كل من وحدات حمايه الشعب الكردي واتحاد سوريا الديمقراطي ايضا على تلك اللائحه او القائمه، قائمه التنظيمات الارهابيه. فبالتالي تحاول تركيا ربما قطع جميع الامدادات التي تتهم بها السويد وفنلندا، الامدادات الماليه لهذين التنظيمين اللذين تحاربهما في الشمال السوري تركيا. ايضا تحدث ابراهيم كلن بان اكد الجانب التركي لكل من السويد وفنلندا بانه على الدول الراغبة بالانضمام لحلف الناتو أن تسارع في إزالة المخاوف الأمنية. ما هي المخاوف الأمنية؟ الجانب التركي بالأمس كان مشارك في اللقاءات الثنائية والثلاثية، كان هناك ممثلون عن وزارة العدل ووزارة الداخلية وكذلك مختصون من الجانب الأمني. هنا إشارة إلى وزارة العدل بأن وزارة العدل كانت قد تقدمت بعدة طلبات إلى كل من السويد وفنلندا بتسليم مطلوبين للعدالة التركية، لكن السويد وفنلندا لم يتعاملا بإيجابية حسب تصريحات إبراهيم كلن طيلة الفترة السابقة. فبالتالي ربما خلال الأيام القليلة المقبلة قد تسارع كل من السويد وفنلندا ربما إلى تسليم هذين القوائم المطلوبة للعناصر الفارة من العدالة التركية لأنقرة. فبالتالي هذه المخاوف الأمنية ربما ستزول بشكل تدريجي، ولكن تركيا أكدت للجانب الفنلندي والسويدي بأن تركيا لن توافق على طلب انضمامهما إلى حلف الناتو قبل إزالة جميع المخاوف الأمنية. ربما هناك الكثير من الطلبات التي تقدم بها الجانب التركي، لكن ما أعلن على لسان إبراهيم كلن المتحدث باسم الرئاسة التركية هذه أهم النقاط التي جاءت في كلمته يوم أمس. شكرا لك أحمد غنام من إسطنبول.